يا وزارتنا يا حكومتنا، يا وزارتنا يا حكومتنا، يا وزارتنا يا حكومتنا، يا وزارتنا يا حكومتنا، عاوز نحل مشكلتنا، عاوز نحل مشكلتنا. الفايبر من 2009 بدا الانحدار بتاع الشركه بالنسبه لسوء التخطيط، الاداره الهنديه والاداره المصريه مع بعض باستيراد 7 خطوط انتاج اسباني من سنه 63. المكن ملغي منه حساسات، لما نبلغ مثلا السيفت عشان يشغل الحساسات يقول لك اشتغل زي ما زميلك شغال. ركبت خطين اللي هو كان جايبهم من اسبانيا خرده ودخلهم البلد على ان هم خرده، وقلنا ما ينفعوش ان هم يشتغلوا. فطبعا ابذلنا كل طاقتنا انا والزملاء في الصيانه ولغايه ما فعلا شغلنا الخطين، هم طلعوا منتج بس طبعا الجريد بتاعه ما كانش هو التوب، وما زالوا شغالين، هم دول سبب خساره الشركه على فكره. واخدين المكن بقروض تبع البنك اللي هو الاتش اس بي سي، تمام، من 2005 شغلوا وادونا المرتبات وسدوا القروض وتهربوا من القروض ديت من 2010. خد عليهم قروض 85 مليون دولار. 85 مليون دولار دولت ما دخلوش في تجديد المكنه ولا الكلام من ده، هم دخلوا في جيوب المستثمر الهندي نفسه. جرميش من الهند عمل بينا اول اجتماع هنا في قلب الاداره الاتش ار دي. قال لنا انا جاي احل. فبعض الناس سالته وانا من ضمن الناس قلت له وحضرتك جاي تحل ولا جايب الجنزير معاك من الهند تقفل؟ قال لي هي كده كده هقفل. قلت له لا، حكومتنا مش هينفع ان هي تخليك تقفل كده على الفاضي. فقال لا هي كده كده احنا هنقفل. انا رجلي في وش حكومتك. انا هقفل ورجلي في وش حكومتك. بالمعنى الهندي. بس قايلها بالهندي في ناس ترجمتها فعلا. في ناس ترجمتها. وبعدين احنا معانا مستثمر. تمام؟ مستثمر. فجبنا له كذا حل ان احنا ممكن احنا نشغلها. قال لك لا. طبعا من يوم من شهر 9 لغايه النهارده الناس دي كلها ما فيش في بيوتها فلوس. موقف الشركه من 16/9. يعني بقى دلوقتي حوالي 4 شهور ما بنقبضوش، المرتب متوقف. وقفوا كل حاجه، عنايه وكل حاجه وباظات وكل حاجه. والناس ديت بقى لها اكتر من 4 شهور في الشركه. ومحدش سائل فينا. في 2010 سندك واخده نسبه ارباحها اللي هي ال 20% بتاعتها. يستغلها المستثمر اسوء استغلال. واصبح يقول لك احنا بنصفي. طب دلوقتي هو بيصفي. طب دلوقتي سندك اشترت نسبته او تقريبا اشترت الشركه. بس طبعا طالبه منه ايه؟ اشتريها منه ان انت تصفي لي العماله. طب احنا هنروح فين؟ احنا بنطالب شركه سيدي كرير بان دول كل الناس دي ابناء منطقه النهضه، وكان في اتفاق مبرم بين شركه سيدي كرير وابناء منطقه النهضه بتعيين نسبه 50% من ابناء منطقه النهضه. تمام؟ انت ازاي عامل اتفاق مبرم بينك وبين منطقه النهضه، وازاي دلوقتي عايز تطلع ابناء النهضه المعينين داخل الشركه؟ من بدايه شهر 11/2013 بدأنا نخاطب السادة المسؤولين في الدولة اللي هي تيجي تبص لينا وتبص للمصنع نفسه. المصنع بيصدر بحوالي 8 مليون دولار شهريا سواء داخل مصر او خارج مصر. المصنع ده بيدخل عملة صعبة للبلد، وازاي مصنع زي ده يقفل؟ من 2010 لغاية الثورة او قبل الثورة بالظبط 2011 عملوا بما يعادل كل شهر يعملوا احتفال رأس وحاجات من دي في قلب الجست، طقوس هندية، احتفال بكثرة الإنتاج في قلب الشركة. احنا نقدر كعمالة نشغل الشركة بقلل الأسعار. أنا مش عايز فلوس كتير، أنا مرتبي كموظف في الشركة 2200 جنيه وراضي بيهم، وحردة بأقل من كده. بس أنا ما اتشرطش ولا أنا ولا أسرتي. أنا ناشد جميع المسؤولين في الدولة من اول سياده الرئيس لغايه وزيره القوى العامله للنظر في حقوق العمال وتشغيل المصنع، ويا ريت يبقى في استجابه في اقرب وقت ان شاء الله.